الآن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب سوداني سيلفا كير. شهد الاتصال التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص تطورات عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وقد أعرب سيلفا كير عن تقديره لدور مصر وجهودها لدعم استقرار الأوضاع بجنوب السودان، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون مع مصر. ومن جانبه رحب الرئيس السيسي بالتوافق الذي جرى بين الرئيس سيلفا كير وزعيم المعارضة رياك ماشار لتأليف حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة دعم عملية السلام بجنوب السودان. أجرى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبول اتصالات هاتفية بالمحافظين للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأدوية للمواطنين ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة. وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين المحافظين ومسؤول الأمن بتطبيق قرارات الحظر الصادرة أمس بكل حسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن تثبت مخالفتهم. وأشار مدبول أنه حرصا على توافر السلع والأدوية تم استثناء المخابز ومحال البقالة والصيدليات وأيضا السوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر، وكذلك السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم. اعتمد النائب العام المستشار حماد الصاوي إطلاق خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة. يأتي ذلك استمرارا لتفعيل النائب العام لسياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، وحرصا على استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين عقب تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية نظرا للظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا. وقد جاء من بين الخدمات المقدمة إلكترونيا خدمة الاستعلام عن قيم المخالفات المرورية، وأيضا خدمة الدفع الإلكتروني والتي تتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها. أعلن المقر الملكي البريطاني إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بفيروس كورونا. وقال القصر الملكي في بيان اليوم إن فحوصات الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عاما أثبتت إيجابيته لفيروس كورونا، مضيفا أن وريث العرش قد ظهرت عليه أعراض خفيفة لكنه بصحة جيدة، وقد تم عزله في اسكتلندا مع زوجته التي ثبتت سلبية تحاليلها للفيروس. أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة خارجية الحادثين الإرهابيين الغاشمين اللذين وقعا في كل من نيجيريا وتشاد، ما أسفر عنهما وفاة وإصابة عشرات الجنود من البلدين. وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدا وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومتي وشعبي نيجيريا وتشاد، ومشددا على ضرورة التصدي للإرهاب من خلال تحرك وتكاتف جماعي حازم يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.